صلوات الله عليها مثلت الظالمين من العرب بالذؤبان، يقولون الفرق بين الذئب وبين سائر السباع أنه عادة السبع أنه إذا جاع يأتي إلى فريسة ويقتل الفريسة بمقدار سد جوعته، ومع ذلك لا عمل له ببقية الحيوانات. أما الذئب فإنه يقتل عدد من الحيوانات حتى يأكل شيئا من أحد الحيوانات. يعني الذئب لا فقط همه أن يسد جوعته، وإنما يؤذي أكثر من ذلك. وفاطمة سلام الله عليها شبهت الظالمين من العرب بالذئبان بعد أن مني ببهم الرجال وذئبان العرب ومردة أهل الكتاب. فمن جانب ذئبان العرب من المشركين والظالمين، من جانب مردة أهل الكتاب، من جانب الشخصيات الذين كان لهم نفوذ في المجتمع من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وغير ذلك.